أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة حرص مملكة البحرين على توفير الدعم لشبابها وتمكينهم لإطلاق طاقاتهم وقدراتهم والمساهمة بفعالية في خدمة الوطن والمجتمع. وأشارت وزيرة الصحة إلى أن السياسات التنموية التي تنتهجها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله نحو تمكين الشباب البحريني أدت إلى تعزيز دور الشباب في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البحرين، حيث يعد الشباب الركيزة الأساسية في هذه المسيرة الوطنية الزاخرة بالمكتسبات والعطاءات. جاء ذلك خلال لقاء سعادتها مع مجموعة من الشباب البحريني المشارك ضمن المرحلة الثانية من برنامج رهان المستقبل، والذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين. وتقدمت وزيرة الصحة بجزيل الشكر والتقدير إلى المعهد على هذه المبادرة النوعية التي تسهم في تعزيز التواصل بين الشباب البحريني والمسؤولين لتبادل الأفكار والرؤى حول تطلعات الشباب وما تنفذه الحكومة من سياسات عامة، بما يصنع منهم أداة قوية لتحقيق خطط التنمية المستدامة لمملكة البحرين. فخورين بلقاء كوكبة من الشباب وبالمبادرة رهان المستقبل في نسختها الثانية، والشكر موصول لمعهد التنمية السياسية لتمكين الشباب من لقاء صناع القرار وتبادل الرؤى والمساهمة في التفاعل المباشر ما بينه وبين الشباب اللي يمثلون نصف الحاضر وكل المستقبل. وهذه مبادرة تعكس مدى الدعم اللي يحظى فيه الشباب في مملكة البحرين، واللي إن شاء الله بيقودون مسيرة التطور في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. أنا كلي ثقة أن الشباب البحريني يرتقي بوطنه ويتحمل مسؤولية الوطنية، وأيضا يصف ويجعل الدولة متقدمة. وأيضا نود نشكر وزارة الصحة على تنظيمهم وفكراتهم المبدعة اللي أبهرونا صراحة مع لقاءنا سعادة الوزيرة. طبعا اليوم سعدنا بلقاء سعادة الوزيرة جليلة السيد جواد، استفدنا الكثير يعني وعرفنا أكثر عن البرامج المطروحة من في المنظومة الصحية في البحرين، والحمد لله يعني كانت تجربة جدا جدا جميلة.